هذاك ما كيما اللي هذيك مواليها صافي عندك هذوك ما لي فري كيس نوار وما هذوك الدراري بقاو هذا بقاو تراعيو المشاعر ديال خفتو لا بقاو تراعيو المشاريع سمعك شي مرة دابا حنا في العقبة غزاوة دابا اللي بغى يطرطق البارود دون سميتو البارود اوه كو سي بو كو سي بو واو 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 والله الا ان فري بارادي بالله العلي العظيم كلشي خضر القرقاع والتفاح سي لو بلو دومينو حضيو راسكم هنايا وصافي شحال دابا؟ دابا 1900 13,120 عملت انا لا 13 لا لي با لا تحبي على لاتيتود انا راه بريسك 2000 هنايا دابا غنهبطوا من 13,200 شحال كيلو؟ ماشي بزاف غتلقى واحد دير اون موين دو اونتر 3 و 4 كيلومتر بار هذا بار 1000 با نعم سيدي بامونوه بامونوه ملي كيكون اللور كيكون ضارب الطم اي لو فامو بارابول حسب التفسير اللي عطاني الاخ اللي معنا قيد عم نسميه مرافق وصافي مرافق هنا الاذاعه ما كانتش كتشد ما كيشدو حتى اذاعه والو لا اذاعه وطنيه ولا قنوات على برا ولكن ملي ظهر لو بارابول يعني كان واحد المتنفس الساكنه وبداو كيقبطوا القنوات المغربيه وغير المغربيه والساكنة بدات حتى هي كتعرف ما يحدث في يعني خارج التراب الوطني يعني كيمكن له الى بغى يشوف المانيا يشوف المانيا بغى يشوف شنو وقع في فرنسا بغى يشوف القنوات الامريكيه ولهذا يعني كان هذا المتنفس مهم في الحقيقه داك المكان المغلق وان كان هو في الحقيقه ماشي مغلق حنا اللي في المدينه مغلقين ساكن في 50 متر و 70 متر وكل شي واحد كيفرعن كيقول لك عندي الدار فيها 200 متر يا ودي 200 متر انا عنده فيها غير جوج البقرات وهذا استغلال المجال دائما كنقول يعني السكن انتما كتشوفوا فين كيطلع وعاود من الجهه اخرى راه هو كيبان عاود فين كيطلع وكيخليو ليسباس للفلاح واراضي كبيره في الحقيقه راه بالنسبه للساكنه هنا ما كايناش بزاف والمنطقه انتما كتشوفوا الحجر بزاف 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 ولهذا البناء طبيعه البناء ان عندهم الساس كله بالحجر وكاين بعض الاماكن اللي شفنا بون داك الخزين اللي شفناه بدا كينهار مخزن ديال الحبوب في الوقت اللي كانت السيبه دونك بنوه في واحد المكان استراتيجي وقابل للمراقبه وقابل للدفاع بون داكشي دابا اصبح جزء من التاريخ اللي عجبني هنا بزاف هو كاين ابار هاد الشجر هذا عرفت هذا الصفصاف ولا اش كيسميوه هو كاين القرقاع بزاف هنايا القرقاع والتفاح وباقي طبعا مزروعات اخرى بحال البرسيم بحال
والماء، استغلال الماء بشكل معقل. هاوما جايين. صعيبة شوية شوية.